عايزين نعمل كفتة البرغل، لحمة مفرومة، برغل منوع وبصل وتوم فلفل شطة كمون بقدونس نعناع زيت زيتون. هي مش هتاخد زيت زيتون لان هنقليها، ملح وفلفل وبهارات وجوز طيب على قد ما مع الشيبسي. طيب هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ اول حاجه ده حبه بصل، نعناع، بقدونس، فلفل رومي، جوز الطيب، بهارات، كمون، ميار، شكرا ميار. هعمل اول حاجه ايه بقى يا سيدي؟ نديهم قرشه حلو قوي. بسم الله. خلاص يا عم اهو. بص يا باشا، شايفني؟ بص يا باشا، شايفني كده؟ جديد 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 فعلا. دايما يا جماعه بنحب نجدد في مطبخنا عشان نعجب حضراتكم، بس فعلا والله العظيم يا جماعه طلع طعمها حلو قوي. حياه النبي، ما بكذب عليكم. المخرج بقى اللي بتتبلع علينا وحاجات زي كده، بس مشكله، بس الله وكيل طعمها حلو. بيقول لي تبعت لي حته دوقها بعينك. انسى انسى يا باشا. الله